الحمد لله بعد المنتخب الوطني وصل المربع الذهبي اللي هو الدور ديال زعما صراحه اللي توصلوا ليه غير الفرق الكبار المنتخبات العظمى في البلاد، والحمد لله باقي ان شاء الله باش نحتلوا المرتبه الثالثه. عندنا واحد طموح كبير باش على الاقل غادي نحصلوا على الميداليه الفضيه، والحمد لله عندنا منتخب شاب في المستوى ولا خوف على المنتخب الوطني المغربي. الصراحه كان الاداء جيد اليوم ضد المنتخب الاسباني، الاداء ديال المنتخب الوطني في البطوله عامه في هذه الاولمبياد كانت مزيانه ما عدا الماتش ديال اوكرانيا. اليوم شفنا الاداء ولكن غابت عندنا النتيجه، ولكن هذا راه ما كيعنيش ان الفريق ضعيف. كنتمنوا انه مازال عنده مقابله ديال الترشيب ويحصل على الرتبه الثالثه امام الفريق اللي غادي يفوز اما مصر ولا فرنسا. كنشكروا بعد المنتخب المغربي على ما قدم في هذه الاولمبياد، مقابله كانت مزيانه كانت قويه، تاتيكمو كان شويه الاخطاء مي داروا مجهودهم، وكنشكرهم على هذه المجهودات كامله اللي داروا، وما لحد ما وفقناش ونتمنوا المره الجايه ان شاء الله. مباراه الترتيب ان شاء الله نتمنوا الفوز للمنتخب المغربي. بالنسبه اخويا اليوم ماتش كان مزيان، مباراه اليوم مزيانه، براسينا مزيان، استحوذنا على اللعب، الدراري لعبوا تقاتلوا، بينا الاداء على طاوله الالعاب الاولمبيه باللي المغرب باللي راه الكره المغربيه تطورات. الاقصاء تيضرب في الخاطر ولكن راه ما عندنا ما نديروا، هذه كره مره عليك ومره عليك، دوما فينا كاس العالم ودوما فينا الالعاب الاولمبيه، راه هادشي كيشرف كره مغربيه. الحمد لله بانوا شي مواهب اللي يقدروا يعتمدوا عليهم هنا قدام، واحد ست سنين ولا اربع سنين اللي هي قدام، بحال عندك اخو ماش رحيم سفيان لي بون فورما، وكنتمنى اخويا القادم افضل ان شاء الله. المباراه اليوم اقصى ما يمكن ان يعطيوها الدراري هو هذا الاداء اللي عطاو اليوم، بالنظر الى الضغط ديال المقابلات، لان كانت مقابلات ما كاينش فرق كبير ما بين الاوقات، كانت اوقات متقاربه، وفي نفس الوقت كان حتى الفريق الخصم فريق قوي قوي، لانه مكون تكوين هذوك الدراري متكونين تكوين كبير في مدارس عالميه مثل البارسا مثل الريال. اذا اقصى ما يمكن انه يعطيو راه هو هذا، ومادام ان كاين منتصر ومنهزم هذا هو، هذه مباراة كرة القدم. الحمد لله الحمد لله الدراري عندهم مستقبل لهذا، وتنتمناو يطوروا من المهارات ديالهم أكثر ويستافدوا. بالنسبة إن شاء الله يفوزوا بمقابلة الترتيب ويتوجوا بشي ميدالية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.